بس دي نقطة غريبة قوي. يعني أنا كنت متصور الملائكة هذه المخلوقات النورانية التي خلقت من نور صرف. نعم. وهي عايشة مع يعني في هذا الملكوت قبل نعم. خلق آدم وقبل خلقنا جميعا. نعم. ولهم من الإمكانات الأكبر من إمكاناتنا البشرية بكثير. نعم. هم بيقدروا يتحركوا يعني ويمشوا ويطيروا بهم. وما بياكلوش وما لهم قوانينهم وعالمهم الخاص بهم. نعم. فكان المفترض ان يعني يبقى لهم من العلم بقى اللي اكتر مننا وعارفين، وهم بيشوفوا الملكوت وبيشوفوا الجنه ويشوفوا صحيح. النار والسماوات وبيطيروا يعني شوف. فازاي يكون صحيح. علمهم قاصر كده وربنا يقوم مفضل ادم ويعلمه يعني. هل ده كان رد على كلامهم اتجعلوا فيها؟ شوف اخي علاء، يعني نحن دخلنا في موضوع ولكنه الحقيقه جميل. الملائكه يعني عندما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هنا سؤال. طيب والجان ما هو مكلف، لماذا لم يقول لماذا قال وحملها الإنسان ولم يقل وحملها الإنسان والجان مثلا؟ شوف أخي على القضية مترابطة. الأمانة التي طرحها الله تعالى على المخلوقات هي حرية الاختيار والعمل وفق منهج الله تعالى عندما تعطى القدرة على المعصية، ولكن أين ساحة الامتحان؟ هي في عالم المادة والأسباب، لذلك لم يذكر الجان في الدقة في اللفظ. يعني الأمانة ساحتها أن تمتحن في عالم المادة والأسباب. هذه نعود للملائكة. الملائكة كائنات لا تعصي الله تعالى أبدا، هذا قولا واحدا، ولكن لها عالمها الخاص بها. يعني الملائكة في عالم لا توجد فيه جزئيات، هذا ما أريد أن أقوله. الملائكة لا تدرك الجزئيات، يعني تعيش في عالم ما لهش علاقة في الجزئيات المادية في عالمنا هذا، عالم المادة والحس والمكان والزمان. فنحن لا نستطيع أن نقارن يعني بين الملائكة وبين الإنسان. الإنسان هو كنفس حمل الأمانة، يدخل في هذا الجسد ليمتحن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أنت يبدأ الامتحان عندك في الميلاد وينتهي في الموت، لكن نفسك مجردة عن هذا العالم المادي.